نشرة إخبارية تأتيكم من موقع صدى البلد، أهلا بكم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور قرار بوقف استخراج بدل التالف والفاقد لبطاقات التموين. وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لإصدار قرار بوقف استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات، وأن ما تم الإعلان عنه يقصد به أن مدة البت في طلبات استخراج بدل التالف والفاقد ستستغرق ما بين 4 إلى 6 أسابيع، وهذا في إطار الخطوات التي تتخذها الحكومة لمراجعة منظومة الدعم لضمان وصول الدعم لمستحقيه. قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عقد امتحانات الصفين الأول والثاني ثانوي ورقياً وليس إلكترونياً بنظام الأوبن بوك، مع التجديد على دعم السماح للطلاب بدخول اللجان بالكتب الورقية والاكتفاء بدخول التابلت مع ورقة المفاهيم والقوانين التي يتم توزيعها على الطلاب في اللجان. تبدأ وزارة القوى العاملة اعتبارا من اليوم الأحد وحتى 31 يناير الجاري للمرة الثانية في خلال أسبوع قبول طلبات المتقدمين على 37 فرصة عمل تضم 7 مهن في المجال الطبي برواتب تصل إلى 20,000 جنيه مصري للعمل بدولة ليبيا الشقيقة، وذلك بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين وزارتي القوى العاملة في مصر ووزارة العمل والتأهيل في ليبيا لتنظيم وحماية دخول العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة إعمارها وفي مشاريع عودة الحياة لطبيعتها. وننتقل إلى أخبار الطقس، حيث قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع اليوم انخفاض درجات الحرارة على جميع مناطق الجمهورية خلال ساعات النهار والليل. وأضافت غانم أن الطقس خلال ساعات النهار بارد على جميع أنحاء الجمهورية، وخلال ساعات الليل الطقس سيكون شديد البرودة على جميع المناطق يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، مؤكدة أن درجات الحرارة تنخفض في الليل أقل من 5 درجات. ومن المتوقع اليوم سقوط كميات من الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد وبعض مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. ورياضيا، حيث حصل مؤمن زكريا نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق على تأشيرة إنجلترا لاستكمال رحلة علاجه. ويعاني مؤمن زكريا من مرض عصبي نادر أبعده عن عالم كرة القدم، وتدعم إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اللعب بشكل مستمر. قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية للنقابات إحالة الدعوة لإلغاء القرار الصادر بنقابة المهن الموسيقية بمنع مغنية المهرجانات من الغناء بمصر لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها. ونختم بأسعار الذهب، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشاراً نحو 796 جنيها للجرام، بينما سجل عيار 24 نحو 910 جنيهات للجرام، بينما سجل عيار 18 نحو 682 جنيها للجرام. وإلى هنا انتهت نشرة الأخبار، شكرا لكم وإلى اللقاء.